طالبات مدرسة أسماء بنت أبي بكر المتوسطة، جئت أحييكن وأقول لكن كل عام ومملكتنا الحبيبة بخير. هذا الوطن المعطاء بكل ما فيه، هذا الوطن الغالي علينا كلنا، وطن الحبيب أفديه بكل غالي ونفيس. عزيزاتي الطالبات، تحققن معنى الوطنية بمحافظتكن على مدرستكن ومذاكراتكن والتزامكن بالنظام واحترامكن لمعلماتكن وصديقاتكن. الوطنية هي شعور داخلي قبل أن نترجمها بأفعالنا، وسأعرض عليكن نماذج لشخصيات أثبتن حبهن لوطنهن من خلال إنجازاتهن. مشاعل الشمامري، أول سعودية في صناعة الصواريخ النووية. دانيا الطوخي، أول سعودية في طب المفاصل والفقرات. نوال المقبلي، أول سعودية دكتوراه في القياس والتقويم. وهكذا عزيزاتي، نرقى بوطننا الغالي ونجعل اسمه عاليا. سارعي للمجد والعليا، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعالم والوطن. مع تحياتي معلماتي ماجدة شافعي ومحروسة الشامي.